كنا بنتكلم مع حضراتكم من يومين عن أسباب تسمية اليوم العالمي لكذا أو لتمجيد أو تذكرة بشخص مثلا معين، أو اليوم الدولي باسم مناسبة معينة زي يوم الفتاة أو الصحة النفسية أو الكلام ده كله. وقلنا قصته إيه، إن هي راجعة للأمم المتحدة وإن ده تذكرة وبتبقى أجندة سنوية الكلام ده كله. طيب النهاردة بيصادف اليوم الدولي أو العالمي للحد من مخاطر الكوارث. اليوم ده أحيته الأمم المتحدة وبيجي السنة دي بعد الزلزال وتسونامي اللي ضربوا أندونيسيا، والحوادث دي خلت منظمات العالم مرة تانية بتلح على تعزيز القدرة على الصمود والتوعية بالمخاطر. ويمكن بلدنا ليها جهود حثيثة في مواجهة الأزمات، وأبرزها تطوير الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. خلونا نشوف العرض اللي جاي، اليوم الدولي للكوارث وإيه الأرقام وإيه الحقائق الضخمة جدا بالنسبة لخسائر الكوارث في العالم كله، ونرجع تاني لحضراتكم برضه.